محافظه الغربيه مركز طنطا بالتحديد. احنا النهارده ان شاء الله معانا 9275 كرتونه هيتوزعوا على الاسر المستحقه لشهر رمضان باذن الله. دول هيتوزعوا عن طريق الجمعيات القاعديه اللي هي الشريكه البنك الطعام باذن الله، عن قاعده بيانات يعني تبعنا. وان شاء الله باذن الله الكراتين دي هتتوزع على فئات الاسر اللي هي المراه المعيله كبار السن العجز والاعاقه. في حوالي 102 جمعيه على مستوى الغربيه، جمعيات موسميه وشهريه. دول ان شاء الله هيبتدوا النهارده التوزيع، هيجي يستلموا الكراتين باذن الله، وبعدين هم هيبتدوا ان هم يوزعوا. النهارده طبعا احنا عندنا توزيع طرق ابواب عن طريق جمعيه طبعا قاعديه تبعنا اسمها خير بلدنا. الكرتونه فيها كل المواد الغذائيه الجافه اللي تحتاجها الاسره اللي تكفيهم شهر باذن الله. فيها 3 كيلو رز، فيها 4 اكياس مكرونه حوالي 2 كيلو تقريبا، فيها ازازه زيت، فيها كيس سكر، فيها باكو شاي، فيها 2 فول، فيها كيس لوبيا، فيها كيسين ملح. بدأنا يومنا بتعبئة الكراتين، عبيناها، وحاليا احنا دلوقتي بنحطها في العربية عشان هنسلمها بعد ما عملنا البحث وكده، هنسلمها للناس اللي تستحق يعني. مشتركة النهاردة في المبادرة دي، عبينا الكراتين وظبطناها، وهم كانوا هيبقوا مسؤولين ان هم يرجعوهم تاني للأسرة وهتتوزع بإذن الله. أول حاجة بنعمل خير لينا بعد كده، وحد افتكرنا بحاجة كويسة، وكله في ميزان حسناتنا بإذن الله. كنا بنعبي الكراتين النهارده تبع بنك الطعام حزاي وتحالف وطني تحت مبادرة كفاية عشان نوزع الكراتين دي على الناس المحتاجة والأسر الفقيرة في كل أنحاء الجمهورية.